لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات حافظ الحديثي. أهلا بكم سيد حافظ. مساء الخير لك، ومساء الخير لكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. مساء النور سيد حافظ. انطلاقا من كشف لجنة حقوق الإنسان النيابية بأن القوات الحكومية تستهدف رؤوس المتظاهرين بنية القتل، كيف يفسر إذا تصريح عبد المهدي بأن القوات الحكومية في حالة دفاع فقط؟ نعم، احنا خلينا نمشي من البداية. يعني نعتبر من 16 عام من الفساد والتهجير والفقر والخطف والقتل وسرقة قوت الشعب والبطالة أدت إلى هذه الحالة، إلى ظهور الشعب في ثورة عارمة لتحقيق هذه المطالب وإبعاد الفاسدين من العملية السياسية، ويطالبون بتغيير السياسي وتغيير قانون الانتخابات وتغيير الفاسدين وتنشيط المحاكم لمحاسبة الفاسدين. نعم، بالنسبة التصدي إلى هذه التظاهرات خصوصا في القنابل الغازية اللي كانت تستهدف الرؤوس، وهذا مخالف القانون الدولي والمعارف الدولية، لأن حسب التعليمات أو حسب ما يدرب على هذه العملية بأنه القنبلة أو طلقة الغازات تضرب إلى الأعلى حتى لا تؤثر على المتظاهرين او المعتصمين. فهذه مخالفه للقوانين وقد ادت الى عدد ليس بالقليل من القتل والاصابات الغير مبرره. اذا كانت القوات الحكوميه تهدف لحمايه المنشات ومصالح الدوله كما تقول، ما دوافع اطلاق النار على رؤوس المتظاهرين اذن؟ الحقيقة المتظاهرين سلميين 100%، ولكن بعض المستفيدين من هذا النظام قاموا بعمليات خطف وقتل وخطف النشطاء السياسيين وحرق بعض المحلات وآخر شيء تفجير في ساحة حديقة الأمة يوم الجمعة، مما أدى إلى يعني زعزعة الاستقرار والخوف من العوائل اللي قل نشاطها في الخروج إلى ساحة الاعتصامات. ولكن مع الأسف هذه العمليات لم تؤدي إلى زعزعة المتظاهرين، وإنما زادتهم عزما وأصرارا على التواجد وبكثرة. وبعدها حاليا هسه اصبحت معركه الجسور تر وفر، وحاليا تم السيطره على 3 جسور رئيسيه هي الجمهوريه والسنك والجسر الاحرار، وسيطروا على بارك اللي موجود فوق جسر السنك وسمي جبل الشهداء تيمنا بشهداء الانتفاضه. نعم، الحديث عن عزيمة المتظاهرين وإصرارهم على الاستمرار في تحقيق أهداف ثورتهم، كيف أثر هذا التخويف الذي استخدمته الحكومة وإرهاب المتظاهرين في رفع هذه المعنويات وتقوية عزيمتهم؟ صراحة هم كانوا السياسيين والقوات الأمنية تراهن على الوقت، ولكن همة المتظاهرين وإثباتهم على تواجدهم في ساحة الاعتصام، حتى أحد المتظاهرين قال حتى نبقى بين 2 10 20 احنا باقين إلى أن إخراج هذه الحكومة من السلطة. لذلك عندهم إصرار وعزيمة، لذلك هذا الإصرار وهذه العزيمة جعلت القرار الحكومي متخبط وغير مدروس. نعم،
بالتزامن مع دعوة السفير البريطاني في بغداد للحكومة بعدم قمع المتظاهرين، إلى أي مدى تظن أن حكومة عبد المهدي ستستجيب للمطالب الدولية لوقف قتل المتظاهرين؟ باعتقادي الحكومة لم تستجيب لا للقرارات الدولية ولا قرار السيد السيستاني. طبعا يعني قرار السيد السيستاني وبالاخص باعتباره بان الحكومه هي منسقه من المرجعيه الدينيه، والمرجعيه الدينيه طلبت من الحكومه عدم استعمال العنف والقتل، ومع ذلك بعد القرار بساعات تم التفجير في ساحه الامه. فما اعتقد انه الحكومه العراقيه تتخذ اي اجراءات، لا من قرارات الامم المتحده ولا من الدول الاوروبيه والغربيه ولا حتى من المرجعيه. شكرا جزيلا لكم النشط في تظاهرات حافظ الحديثي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.